على هاشتاجنا رها تسأل خلوه يعطينا كواليس مشكلته بلندن وش صار على السكيورتي. أنا شفت المقطع صار في تدافع مع السكيورتي وفي إيه. أشياء غير واضحة إيش صار بالضبط؟ إيه هذه يعني مع أنه لندن ترد الروح هي ترد الروح لكن سكانها يذهبون الروح. طيب إيش صار؟ صار يطل العمر يعني كنت أنا في أحد الفنادق اللي في لندن صارت المشكلة نفس ما طلع لكم في الفيديو. بعدين يعني بعد المشكلة اعتذروا مني وترى ما اعتذروا مني إلا يوم دروني مشهور وإني سعودي. إيه هم وش جنسيتهم اللي تعرفوا؟ ما أدري والله بس إنهم أجانب. إيه أجانب مو بعربية. طيب عموما شكرا لرها تحديدا. رها على فكرة كاتبت لك مجموعة أسئلة على الهاشتاج كلها قوية لازم تصير معانا معدة في البرنامج. لا تأخذون هذه حقتنا. طيب نون سوس تسأل التويجري أور السكران؟ ياسر التويجري ولا محمد السكران؟ كيف ياسر؟ أبو محمد ولا أبو عمر الشعراء الكبار؟ إيش فيهم؟ مين تفضل؟ مين تفضل بصراحة؟ أنت كأنك تقول عينك اليمنى ولا اليسر؟ لا 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 والله العظيم أنا ترى على فكرة جلست مع ياسر التويجري صدق؟ إيه عند محمد السكران. أو قابلتهم اثنينهم؟ إيه قابلتهم اثنين ترى بس إن يعني محمد السكران صورته وياسر التويجري ما صورته لأن ذاك الفترة ما يبي يعني بتجاوب نون سوس؟ لا كل أبوهم غاليين والله لا.